زين مكفول فحل ان شاء الله تبارك الله. سومو 2000 وعلى حذر عيون. نعم مدفوع لنا 13 ليش قرت والله بعيد يا الله. هاي عنز بلديه يا شباب ما شاء الله تبارك الله حمراء. الصلاه والسلام على رسول الله. وراها تصور بشير كثير. بشير ينطي معلومات كثير. ايوه المشاهد يركز معاه اكثر. يرد على السوق اكثر. نعم الله مو اكثر من احد اكثر من اول. الله نعم الله يبعث الخير. 67 جباره. اللهم صل على محمد. قد وصلنا وقت الظهيره يا شباب. السلام عليكم يا شباب. الله يعطيكم العافيه ويجزيكم الخير. تحياتي لكم متابعي قناه السوق المواشي في سوريا على يوتيوب اينما كنتم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اليوم يا شباب الخميس 2/5/2024. احنا الان بسوق الحلال في مدينه الدانة شمال سوريا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ما شاء الله تبارك الله. ان شاء الله يكون السوق زين يا شباب. ما راح يكون السوق شين بالايام الجايه. هذا الهدوء اللي يكون قبل الحصاد وقبل الزيتون هذا موسمي. كل سنة يصير الهدوء هذا قبل موسم الحصاد وقبل موسم الزيتون. بكرة بس يخلص الحصاد ويصير به فراز وفي مكان للمراعي تصير الناس تركض على السوق مشان يشتري له كم دابة يسرحن بهالمراعي بعد الحصاد. فالسوق باليوم الجاي إن شاء الله راح يتحسن. الآن السوق زين للشاري اللي يقدر يشتري لجب اللي يقدر يشتري خراف اللي يقدر يشتري فطايم لا يقصر. ما شاء الله تبارك الله. تحياتي للشباب المتابعين من إيطاليا ابن حمص العادية تحياتي لك. من لبنان بعلبك تحياتي لك أخوي. من البيت تحياتي لك على أبو حمزة متابعك من هاتفين كمان تحياتي لك ربي يسعدك. من السعودية أخوي حياك الله. أبو صالح من حمص تحياتي لك الله يسعدك. من الأردن كل الاحترام لك والأهل المملكة السلام عليكم ورحمة الله. أخوكم من ليبيا مقيم في بريطانيا تحياتي لك ربي يحفظك ويسلمك تحياتي لأهل ليبيا. أخوك من العراق ما شاء الله تبارك الله من دير الزور الحبيبة. من النمسا اللهم صل وسلم على نبينا محمد. من ألمانيا من الجزائر تحياتي لك أخوي. من سلطنة عمان اللهم صل وسلم على نبينا محمد. من قبرص تحياتي لك أخي. من فلسطين الحبيبة تحياتي لك ولكل أهل فلسطين. صباح الخير من ألمانيا. صباح النور من الدانة تحياتي لك. لا نغطيكم السوق كاملا يا شباب. نتمنى منكم الاشتراك بالقناة ضغط على زر الإعجاب وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام واكتبوا لنا بالتعليقات من وين عم تتابعونا وانتظرونا إلى نهاية الفيديو. هذا شباب ثني فحل ما شاء الله تبارك الله معروض عند عمنا أبو عواد صلاة والسلام على رسوله. جلاسة الجرن مقبولة يعني في الإعلام بسيط جرن بس قعامه طيب. اللهم صل وسلم على النبي. والله أدبس يا شباب ما شاء الله تبارك الله. وقفته زينة ميزاته زينة. كنا مبدل ثني وقالوا لي مبدل ثني. قعامه حلو ما شاء الله تبارك الله. زين مكفول فحل ان شاء الله تبارك الله. سومو 2000 وعلى حذر عيون. نعم مدفوع لنا مدفوع له 13. الطلب 2000. الطلب 2000 ومدفوع له 13. 1300. 1300 دولار على ذمة صاحبه. نعم نعم ما شاء الله تبارك الله. كفالة من كل شيء. لا يقول مكفول رجال. إيه اللهم صل على محمد. نعم. ثني مو ثني؟ ايه مكفول رجال. قالوا لي ثني. اي نعم اللهم صل على محمد. اللهم صل. ما يطلعون بيا ابو عواد كرم والله صعب. 1300 شايفين يا شباب. 1300 دولار. شنو اساسه عم ابو عواد من وين جاي؟ شنو من غنم؟ ما اعرف من اين غنم ما اعرف عاد. ما شاء الله عليك. اسعوه والله زين بس. شغل غنم حمص. هو طيب. إيه؟ بس بي شغله اساسيه عم ابو عواد اليوم اللي يشتري فحل لازم يعرف منين جايبه. بالضبط. شنو ابوه؟ شنو اساسه؟ من غنم مين؟ رميه رمي ابوه رمي امه. ابوه واجب اجاد حد ياسس مو عاد. لا التاسيس واجب هذا. والله كله مؤسس يعني. كله مؤسس. العرب مؤسسه. الاصيل غير ال نعم. هذا البذره هذا البركه لازم اعرفها. لا مو جملان. لا مو شكل غنم الجملان خالص. لا يكون من حمص والله. ما يشبه غنم الجملان. لا يكون من ديرة حمص. هلا هو بزرته مبين انه اساسه زين بس الواحد لازم يعرف منين شنو رمي ابوه شنو رمي امه. والله ما اعرف. هذا شيء اساسي. شفتوا امبارح شباب عارضين ب 1400 شباب يقولون غالي. اساسه معروف ابوه معروف وامه معروف. اللهم صل عنده ايه. ظهر عريض ها؟ ظهر ميكن عريض. ايه اللهم صل على محمد ما شاء الله تبارك الله. اندفع لك بها اليوم 600. مو اليوم. اي من غير اليوم. اي من غير اليوم. شنو من شيء هاي عمي ابو عواد؟ اي والله لازم بنت عمه. نعم نفس الرجال؟ نفس الرجال. اللهم صل على محمد. عشر فاضيه شنو؟ والله يقول لي حالي بس ما يكفل. عم يبيعون على كرم على كرم الله. ماشي زينه والله زينه يبيعون. مخصومه ب 800. خصم 800. خصم 800. اللهم صل على محمد.
تبارك الرحمن. الله خشنا والله. والله بعيد. لنا خراف ورادي يا شباب. عرفت حق الحضارة. عرفت حق الحضارة، أنت كويس. خلاص معروفة. وأنت شيل من دون حق أنت. بارك الله فيك. موال أكثر ميدان. بارك الله فيك. إيش قدر يشتغل؟ 140 وجهنا. والله بعيد. إن وجد مرت وصلنا ودانا، ولكن الميدان حقيقي. إيه بالله. شو هذا اللي صابر؟ هذا أنت بعد 160. ما المستعدين. أيوه. ليش أنا حاسب الخصم معك؟ شنو ما تقول 65 165 دولار. تصاميم من عرفان صاحب المرة. هذا ناسي والله. 65؟ اشتغلت؟ اشتغلت؟ والله اصدقاء. اشتغلت؟ 165. والله بعيدنا. 165. عزيز البركة عندنا. أيوة ما بعرف. 165 دولار. والله خسيرة شكرت. 140. مين شكرت والله؟ والله بعيد. إي بالله. هاي عنز بلدية يا شباب ما شاء الله تبارك الله حمراء. الصلاة والسلام على رسول الله. وراها جدي والله ضرتها زينة ما شاء الله. الصلاة والسلام على رسول الله. مقبولة ماشي حالها. ضرتها كويسة. هذا جديها الأبيض. هذا جدي 75 دولار الحال. اللهم صل على النبي. شوفني يا عداي. هذا ما شاء الله تبارك الله. حلو 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 جدي زين. ايش قد حقه جدي الحال أبو عداي؟ 75 دولار. لانه وراها داخل السمين تبوي. ايش قد ايش قد طالبين بها هي وياه؟ هي وياه راح نطلب 325 دولار. اعطوك شيء اعطوك؟ ما اعطونا والله. ما اندفع بشيء. راح نطلب 3 وربع. ما شاء الله تبارك الله. ضرتها زينه العنز مقبوله. اللهم صل على محمد. هاي اللي جاي بندفع بها 225 هاي اللي وراي؟ هاي الغنم هي جباره اندفع بها 225 دولار. ما بعتها ب 225. ما نبيعها لانه حقها احسن. للجب يا شباب للجب. ويا خشنة. هاي حقها حقها هذا الخشنات هذا من هنا. هاي هاي ابو عدي هاي لحق هاي لحق. حمزه انا ما بدي اسوق من فوق العصاطير. نعم. عارف ليش؟ لان سوقنا ما يتحمل السوق. اللهم صل على محمد. ما شاء الله تبارك الله. يا ابو حمزه يعني نضحك على بعضنا. لا بالله. الشمس تغطت غربها. لا. سوقنا ما يتحمل السوق. نعم. لذلك احنا ما دعنا السوق. هذا سوق يعني. سوقها 250 هاي القناه. نعم. ولو سوقنا احسن من هيك حقها 300. جبار اندفع 225 دولار. 225 دعنا ينطوني مال رباط، الرباط دعنا ياخذونه. ختايه. مو جنيه. نعم. مشان نكون مسؤولين عن كلامنا. دعنا ياخذها رباط، دعنا رباط 225. والله خشناها هاي ما شاء الله. هاي اذا ربطت هاي يصير تجيب ال 100 كيلو هاي اذا ربطت. يا عجل الطليان. اللهم صل على محمد. هاي اذا يربطها معلم والله صرت 95 كيلو. اللهم صل على محمد. تو بعت العجب 4.5. زين هالسوق ابو عداي؟ كويس ماشي حاله مقبول بس بيع وشراء ما بي. ابو عدي بس خلى الحصاده تشتغل ويصير فراز. يصير مكان للمراعي. شوف الناس شلون تقوم تركض على الخروف والفطيمه والعجل. اول ما يبلش الحصاد السوق بده يدبر. نعم. هاي معروفه كل سنه. هذا كل واحد عنده. بعد ما تشيل الناس الحب وتاخذ الموسم لحتى ينطلق. يصير مراعي، يصير في مراعي. يصير مراعي والناس تبيع الحب، هو ايش تسوي حق الحب؟ على السوق. يشتري حلال. نعم. معروفه هاي. يتحرك. بس اول ما يبلش الحصاد بده يدبر. نعم. بقى لا احد يخاف من الامر هذا. بالعكس المصلحه يشتري هسه. اي طبعا. نعم. اللهم صل. طبعا اليوم سوقنا سوق مشترى. نعم هذا الصح هذا اللي اقوله انا. سوق مشترى. نعم والله سوق مشترى. اي نعم كل السلع. الله يوفقك. انا وراها طليان الجاب الجدايه كله خارج مشترى. نعم صحيح. الله يجزاك الخير. بارك الله. لا بالله اضرار طيبه ما شاء الله. اضرار طيبه. الصلاه والسلام على رسول الله. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. غنم بلد معز بلدي وجبلي. الصلاه والسلام على رسول الله. اضرار طيبه. الصلاة والسلام على رسول الله. ايش قد سوم انت هاي ابو عداي شنو وضعها؟ مشكل من اول دعن سوم، يعني هاين المعز اغلبه دعين باع بالفريدي. بيع عشر يعني؟ بيع عشر المعز ولا؟ مواليد كلها هاي والله عداي. ايش قد طلبت بهن؟ ايش قد طلبت بهن ابو عداي؟ والله مشكل حسب العنز دعن سومها، بس دعن سوم 400. هاي 10 400 وفي بازار في سكر. ما شاء الله تبارك الله. حصرا احنا ما نبيع تاجر. ندفع بهن شيء صارت بهن دفاع اليوم؟ مشكل لو صار دفايع بس ما نبيها، بس هذا المعز ما راح نبيعه احنا التاجر. على تاجر ما نبيع. تاجر ممنوع. ما شاء الله. لانه هذا فورا للمناحه بدنا نعطيها نخدم بها اللي بده يفيد الناس. نعم. اضرار زينه ما شاء الله. يحلب. ما شاء الله تبارك. ايوه. ايوه. اللي يريد يتمنح يخبرنا. نعم. الله يوفقك. اللهم صل على النبي. لا ويرقبته ده حق على بنيته. هاي فطيمتها. اللهم صل. اللهم صل. يعني نطلب بيها 4 لا احيان ولا ميان. ها لا طبعا محيمين هاي شوي شمتها بها الكيس. ما يضر. مو احيان ضك، احيان طبيعي.
ذرة زينة، فطيمة زينة ما شاء الله تبارك الله. ايش قد طلبتوا بها يا ابو عدي؟ طلبنا بها 400. ما اعطوك شيء ابو عدي؟ اعطونا نعم. ايش قد يعني؟ اعطونا 360 دولار. الله يسلمك، شلون ضحك على بنتها؟ وصلت 360 دولار. 360 دولار. ايوه. اللهم صل على محمد. خلنا ربع نبيع. حجي اربع لربع تبيع. هاي جبنا طوني 250 ما شاء الله تبارك الله. السلام يا ابو خالد حبيبي. يلا ابو خالد هلا بيك والله. الله يوفقك ابو خالد حبيبي الله يسعدك. حب تصور بشير كثير. بشير ينطي معلومات كثير. ايوه. المشاهد يركز معاه اكثر. احنا تهمنا المعلومه. لان الفطايم عند سامر يا شباب، فطايم صغيرون الشباب يقول لك صورنا 12 فطيمه. ان شاء الله تبارك الله. من سمر 125 عاملين طوله 100 دولار. عم يدفع 105، عم ينطلب 125. عم يدفعوا لنا 100، والحز اخونا ابو باس عم يسطل 100 زاد. تقول ليبي. ليبيين. ايش قد فصلت، ايش قد فصلت انت سامر؟ مفصولات ب 110. 110. مشان مرة ثانية يوقف معك هذا المشتري، مو يتهزم. اللهم صل على محمد. بطلت تبيعوا ها؟ عم يطلبون 125 يا شيخ. وعم يدفع 100 دولار بهم، نفس الطايم هذا. اللهم صل وسلم فرد فاطمه يا سيدي ما شاء الله تبارك الله حلوه مفصولات ب 110 دولارات 110 دولارات ومعاهنا الساعه اللهم صل على محمد قريها سامر قريهم اياها شوي يا سامر قريهم اياها شوي والله خلي بيها الطراوه سامر لا لا يا سامر قريهم اياها 5 ودلالتين يا احمد مجيد عندنا احمد مجيد هان علينا ابو هدي احمد يا اخوي 105 بني. لا 110 لا 110 دبي ما ولا فيه النقد ايوه نعم اي خلاص لا ترضى لنا اليساريات ليش انت تحكي على معاه ليش؟ برضان يكبون انا هذول لك انه يا حبيب 105 امون انا ها لا حد يقيد بكلامي احنا 105 نطبق بازار احنا نطبق بازار يا خالد يعني ما اخذت 105 لا على كيفك والله يا شباب يعني ايش رايك ايش رايك بالسوق اليوم ابو قيس شلونك عم ابو محمد يلا حيو شلون السوق عندك عم ابو محمد اليوم والله بشرك بخير والله السوق زين ماشي حاله يعني الحزيام حصاد بده يبرد السوق شويه بس ما برخص السوق غالي بس بيه هدوء نعم اللهم صل على محمد ان شاء الله بعد الحصاد بس صارت افراز ومراعي باذن الله لا يرد غلط السوق اكثر نعم اللهم صل اكثر من احد اكثر من اول الله نعم الله يبعث الخير الله يوفقك عمي محمد قليل السوق فاضي نعم الله يجزاك خير اللحم يا شباب جينا عليهم الضاحين متاخرين شوي والله في بيازير ماشي حاله سوق اللحم امبارح احسن من اول امبارح شلون؟ بيازير على العجاج حياك الله عمي هلا بك الله يحفظك يسلمك شلون؟ وين ابو احمد احنا شايفينه حيا الله ابو ناصر هذا بيك الله يحفظك شلون السوق ابو ناصر؟ زين ايش قد قام ينباع الخروف؟ خروف ايش انباع بس والله ما شفت عليه 45 و30 45 وفطار مش غالي ورادي نعم انباعت ب 84 وباعها ب 4 دولار و80 ما شاء الله تبارك الله فين اعطوه 5 الا ربع حتى تفطر 4 دولار و75 ورادي اريد 80 اللهم صل على محمد ما شاء الله تبارك الله كويس السوق يعني حبيبي حبيبي يا ابو ناصر ها عمي انباعن ايش قد صار عمي 4.17 4.67 ما شاء الله تبارك الله ايش قد اوزانهم ما شاء الله 4 دولارات و65 67 طيبات والله ما طيبه والله ما شاء الله تبارك الله هذا عمنا ابو يوسف ايش قد قاعدين ندفع بالبضاعه هاي ما شاء الله 4 دولارات 15 ما شاء الله تبارك الله كويس السوق اليوم الله يبعث الخير بعد الخروف 41 45 5 دولار من ال 5 دولارات 41 وانت نازل اللهم صل على محمد صاروا يبيعون بس سنت الشباب 41 سنت أربعة دولارات و65 67 أربعة دولار و67 ما شاء الله تبارك الله 67 جبارة اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد ضاع زين 5 و4 نعم 5 و4 حياك الله أخوي كل لحم لحم طيب لحم طيب ما بي طبعا لحم صاروخ طيب لحم ما بي ما بي أبدا ما بي كانوا ما بي تشبش بالسوق عم يا ابو والله 5 وربع باع 5 دولارات وربع وابو حميد باع 5 دولارات وربع ما شاء الله تبارك الله عند حاج خالد اللهم صل على محمد زين السوق اليوم يعني حركته مقبوله
الله يجزاكم الخير. هاي انباعت ب 145 دولار عند عمنا ابو عواد. من اللي اشتراهن؟ الديبه اللي اشتراها منه؟ الحج انهزم والله. عيونه خضر حيل حلوات الحج. عم ابو عواد عيونه حلوات حيل الحج. بعتهن ولا اشتريتوهن؟ اشتريناها. 145 دولار. 145 دولار. مو زين السعر زين عمي ابو عواد؟ لسه بين بين فوده. ترك لك فوده البايع. الله يجزاه خير. لا بلا لا بلا سمن. هذا الاخير يعني؟ اللهم صل على النبي. مع هذا يا شباب. احس بين فوده لسه بين فوده. طيبه. يجيبنا ال 50 والله مو. ينباع ب 50. يلا هو الرجال مبين عليه السمع. رحم الله من نفع واستنفع. ايوه. اللهم صل على محمد. الله يجزاكم الخير يا شباب. ابو عواد يراعي بكل شيء. نعم. والرجال كان اللي باع سمح يعني الرجال. اي نعم. على التخبير مو على التخبير؟ على التخبير مو؟ صار البيع. تخبير مو تخبير يعني؟ بيع وشراء. بيع وشراء. الله يجزاكم الخير يا شباب. لقد وصلنا وقت الظهيرة يا شباب. ستدق اجراس النهاية بعد قليل. والله هذا سوقنا يا شباب، هاي حركة البيع والشراء. اللهم صل على محمد.